أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا خير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30-3591. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ويتم بيع العربية على القناة. وللعلم ناس كتير الحمد لله تم بيع العربية بتاعتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية سوزوكي فان موديل العربية 2008. العربية حادثة، لأن في ناس كتير بتحب تشتري عربيات الحوادث، علشان كده النهاردة جبت لحضراتكم العربية دي. ويلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية سوزوكي فان موديل العربية 2008. العربية حادثة، العربية فابريكا قبل الحادثة، العربية دايرة وماشية يعني الماتور ما فيهوش مشاكل، العربية فيها طقم جنوت سبور، العربية فيها كاوتش جديد. على فكرة ممكن التفاوض على السعر زي ما صاحب العربية قال. سعر عربية سوزوكي فان موديل العربية 2008 العربية حادثة، سعر العربية 45000 جنيه وممكن التفاوض على السعر. سعر العربية 45000 جنيه وممكن التفاوض على السعر. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 0175-21-337. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 0175-21-337. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه، ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.